حياكم الله مشاهدين قناة سامراء الفضائية بحلقة جديدة من برنامج برلمان المشاهير. اليوم الحلقة نار، ويانا ضيف حقيقة زرع الابتسامة على كثير من الناس، حقق نجاح كلش عالي في فترة قصيرة. أنا أشوفه عبارة عن كوميديا، زين نجتمع بيه الكوميديا يعني التمثيل الجاد. شخصيته تختلف جداً عن المحتوى اللي قدمه. خلونا نتعرف عليه ونخوض وياه بحوار شيق وجميل، واكيد مع مشاهداتكم راح تكون الحلقه جدا جميله. الحبيب والجميل عكله، ومساء الخير عليك. مساء النور يا حبيبي، ربي يحفظك ويخليك. شلونك حبيبي؟ الله يخليك ويعزك. اليوم منورنا ومشرفنا حقيقه. انت الشرف يا غالي، اشكرك. اريد اسالك سؤال يعني محيرني. اي انت عكله لو منو؟ لا جد، هسه اللي قاعد امامي اللي دي سالفه وياي عكله. هو لازم الشخص يكون يعني اكو ملابس عمل فعلا، اكو وجه عمل، صح ولا غلطان؟ لا ربما صح. اي فعلا. تمام، بالبدايه اريد بطاقتك الشخصيه، منو عكله؟ والله ما شايلها. منو عكله؟ جبار رضا. جبار رضا، يا مواليد 1992، 4/4. العمر كله يا رب. شنو تحصيلك الدراسي؟ السادس ابتدائي. يا رب اشوفك باعلى المراتب ودائما موفق وناجح. انت فتره من الفترات يعني فتره بسيطه حققت نجاح كلش كبير، وبدت الناس كلش تحبك للامانه. توفيق من الله ان شاء الله. تمام، قبل لا انتقل لفقره استجواب، مستعد لها؟ هي مستعد. تمام، مبدئيا هل تستطيع التمرد على شخصيه عكله والخروج منها في اي وقت ام لا؟ اكيد انا اللي مسويها. يعني انا اللي مسوي، انا اروضها براحتي. تقدر تتمرد عليها؟ هسه انت اليوم مو عكله. اي جبار رضا. اي مو؟ صح. شو وقت تصير عكله؟ واحنا قاعدين اقدر اصير عكله. اها. اي فانا اللي اتحكم بيه، مو هي اللي تتحكم بيه. جميل. لربما انه اشبهك بممثل مصري. تعرفه؟ انا هم هو يقولوا لي بيه. من هو؟ لمبي؟ اي لمبي. لمبي العراق. اها. الحمد لله. يعني شكرا. يعني قريب لشخصيته، يعني تقدر تطلع من شخصيه وتدخل بشخصيه ثانيه. وانا اليوم من خلال حوار وياك اللي التمست انه عندك شخصيه تجنن خارج عقله. الحمد لله وشكر. لا انا عندي هواي شخصيات طبعا، بس المشكله وين؟ ايه؟ المشكله ماكو ذاك التصوير والمونتاج والمونتير وغيره وغيره، هواي فعلا. فلو موجود الفني اقدر حتى الاكشن اشتغله، بس ما عندنا هاي الامكانيه يعني. ان شاء الله بالمستقبل على قد التليفون جاي نستوعب. بالمستقبل نشوف هاي اشياء. وانت بالتليفون والناس حابتك للامانه. الحمد لله والشكر. فدول عمرك. مستعد لفقره استجواب؟ مستعد. تمام، يقال ان ولايه بطيخ كانوا هم الحاجز بشهره عكله، وما سبب الخلاف بينكما؟ لا لا مو هم الحاجز صراحه. نعم. لا مو هم الحاجز. انا قبل لا اصير عكله. نعم. انا ذكرت باللقاء. نعم. قبل لا اصير عكله وانا رحت لهم ورفضوني مرتين رحت. بس قبل لا اصير عكله، ورا ما صرت عكله ما عندي اي خلاف. شنو اللي صار؟ اللي صار يعني كنت واقف، العفو، كانوا هم يصورون. نعم. واجيت انا وشخص قريب عليهم، شغلت دراجتي واجيت. نعم. فدخلت بنصهم، قلت له عقيل هاي فرصتنا، خلينا ندخل بنصهم هو يصورون. فطبقنا الدراجه دخلنا، سويت شخصيه عكله فاسمع هذا اللي يقول لي هذا شارب طلعه وكذا وهاي، فانا استحيت يعني اكسر شخصيه عكله وارجع جبار الحقيقي. صعدت الدراجه وطلعت بس خجل. هاي اي لان المفروض يشوفون شو الاوضاع. انا هسه يجوني ناس يعني شارب غيره غيره، ما اقدر ارجع اي واحد صغير كبير، والله العظيم مرات امشي شغله مستعجل. يعني انت اقتحمتهم بالتصوير؟ بالتاكيد 100%. و كان دور مال الامير لما يندعم بالسياره ويجون عود عمامه وكذا. اها. اي والمره الاولى مو هاي الثانيه. انت طلعت بمشكله لو شنو؟ لو لا يعني شارب وهاي وبعدونا خارج الساحه اللي يصورون بها، المكان اللي يصورون به. اها. اي وشارع عام يصورون. بمشكله؟ لا مو مشكله، لا لا ما يقدرون. تمام. يقال ان هناك خلاف كبير بينك وبين علي الخفاجي، وما سبب هذا الخلاف؟ علي الخفاجي طبعا حاليا احنا اصدقاء. اجمل حبيبي العلاوي على راسي. نعم علاوي حاليا اصدقاء، ما عندي مشكله، بس قبل لا تصعد حساباتي. نعم شنو اللي صار؟ يمكن اخذ مني مشهدين. اها. فبالتعليقات علقت لي ما دريت ماكو. ورا يومين لقيت تعليقات مسدوده مال تيك توك. اها. يعني تعلق ماكو تعليقات. شنو المشاهد؟
مشهد مال ها شلون من يجيني ولا وقال لي قلت له التمنور هاي مال التمنور اي اي يقول المنور بالفيس اي هذا ماتك اي ماتي المشهد المشهد الثاني شلون اخذه يعني قلده نفسه نفسيته حاول عينه ما تلوم لان انا ابيض عليهم تحيات دلع الله بس ماكو خلاف تحيات مين لا حبيبي على الله اجمل تحيه له تمام انا اكو سؤال كثير من الجمهور جاني كتبوا لي اياه بس لربما انه اخاف اسالك اياه وتنحرج من يمه لا طبيعي لا لا ما عندي مشكله ما سبب الخلاف بينك وبين قناه اسيا الفضائيه شوفي حصفنا قناه اسيا طبعا ما عندي شيء وتحياتنا للاستاذ ثار اجمل تحيه للاستاذ ثار انسان طيب نعم وراقي انا اريدك تسولف لي الموضوع بما انزل بالبيج يعني شنو اللي صار البيج مالتي مال الفيسبوك دخل لي شاب صغير بالعمر نعم. قال ابوي سوي لك لقاء كذا فقلت له منو انت ما ذكر اسم القناه فدزيت رقمي اتصل بيه استاذ ثار نعم ورحت له صادم بكته يعني اللي حتى من تجول كورونا دزي سياره مال القناه ورحت استاذ ثار المدير العام لقناه اسيا الفضائيه ممكن مو مدير عام ممكن مدير برامج ما اعرف ما المدير التنفيذي مهم نعم فحكي بموضوع انه انا يعني كلش خاف عليه الرجل لا احترق خاف عليه لا اطفئ خاف عليه لا اخلص بساعة نعم فقلت انا ما اخلص من منطقه شعبيه اكيد اي مو يقول اكتب واتعب هي تجر تجار اي ف نعم. استاذ ثار اتفقت على عمل انه اصور مسلسل واللي هو اسمه عكله والمسلسل اها اشتغلنا التايتل نعم التايتل صار كلش حلو بس صار بيفديتي تلكؤات نعم بس ما اعرف اللي مأخرهم عن تكملة العمل شنو السبب ما اعرف صار شقد تقريبا بالضبط ما يقارب ال 7 أشهر 8 أشهر اوف اي الاجراءات هسه اللي جاي يصير وياك شنو تواصلت وياهم شنو ردهم شنو كذا مو انا حكيت ب برنامج مال التواصل الاجتماعي نعم اي فقال هم سأل نفس السؤال فقلت له قلت له قعدوني 3 أشهر نعم صراحه انا ما بيها قصد القعدوني 3 أشهر يعني ماكو اي مشكله بيها تمام صح انا غلطان خابرني استاذ ثار مخطوف منها ما اعرف ليش اها اي ما اعرف هسه بالتالي العمل راح يمشي لو شنو والله ما اعرف هسان من اخر اتصال انا يا ما اعرف قال لي ما اعرف خذتني العاطفه ومن هيك امور ما اعرف يعني شو الموضوع ما اعرف ما اعرف الموضوع غامض اي نتمنى من استاذ ثائر انه ينتبه لعكله لان عكله شخصيه جميله وجاي يقدم محتوى جيد جدا بالتالي اجمل تحيه لاستاذ ثائر وان شاء الله هذا الموضوع ينحل سريعا والله انا صراحه ما متصرف اي تصرف لحد الان ما متصرف اي تصرف يعني لا عن المنتقدهم ولا انا صاير وياهم ولا ما اعرف تمام ان شاء الله بالتالي احنا ما نريد نتدخل بالامور الشخصيه كلش بس هاي امور عمل لازم نتدخل بيها ان شاء الله تنحل الامور وتقدم شيء جميل ان شاء الله لكل جمهورك ولكل محبينك ان شاء الله ان شاء الله تمام يقال ان عكله توقف 14 يوم على النشر في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب علي سمير صح ام خطا علي سمير هاي بداياته نعم بالبدايه شنو اللي صار؟ كانت حساباتي بعدني يعني مو ذاك الحساب يعني الزين وانا هسه بعد همي نفس الشيء مهم تمام فدخل لي علي سمير هو اللي دخل لي اوكي هو اللي دخل لي السلام عليكم وعليكم السلام معك علي سمير طلع على راسي فضل يحكي قال لي انا ما اريدك تنشر هواي يعني نفس موضوع استاثار تحياتنا اليه قناه اسيا نعم ما اريدك تنشر عندي برنامج بس قبل لا اروح لقناه اسيا تمام وما اريدك تنشر وكذا 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 من هواي امور شنو الاسباب؟ ادى عمل الي قال وقال دور راح كل شيء يفيدك تصوير احدث كاميرات وكذا وكذا نعم زين اني اطلع من اجواء التليفون ويجيك هيك عرض وانا بداياتي طبعا اكيد عرض فقال لي حاول بعد تنشر قليل اوكي حتى لا تحترق تمام فاكيد هو قبل ياخذ حكايته فعلا لو يقول لي اوقف سنه اوقف نعم غير قبل ياخذ حكايته نعم ينصحني توقفت 14 يوم 14 15 يوم توقفت نعم ماكو اراسله يعني شفته ما وراه لازمه شلون
كلفته بموضوع القناة مال اليوتيوب الأرباح وغيرها وغيرها، قلت له بدي أربطها. فشفتهم كل شيء ما ورا. أها. إي أنا حاكيهم كذا، ورا فترة قال ها والله راسلتهم وما أعرف شلون يعني سحب نفسه. فأنا شيكت حتى الموضوع ذا كل ما أسئله بعدنا وكذا، فتركت كل شيء. شنو السبب اللي رجعت خلاه للمود مالتي؟ شنو السبب اللي خلاه يقول لك انه توقف 14 يوم؟ وقال لك وقت يعني توقف 14 يوم؟ لا 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 لا، هن قال لي هالايام راح اخابرك نصور. واليومك فظلي ثاني انتظر اوكي، والنشر صار قليل كلش زين. ذيك ال 14 يوم وبقى ثاني سنه كل يوم انزل فيديو تمام كل التواصل وتقعد 14 يوم صعب. زين سألك سؤال مهم. ايه؟ الخلل بيهم لو بيك من ما اللي هسه ذكرناه اكيد بيهم 100%. ها ايه تمام. بالتالي ليش تسمع حكي فلان وفلان كذا؟ مو انت انا مشي بمود زين و بعاني هسه. شوف هي تحت ضوابط. اليوم اي شخص يجي يريد يشتغل بمؤسسه معينه او يشتغل مع شخص يربط بينهم عقد، عقد عمل. انت موقع عقد عمل مع قناه اسيا؟ موجود العقد حتى موجود عندي دز نسخه مني. اها نستلم شيء وبعد ما وقعته استلمت فلوس؟ الرجل اعطاني فلوس مال 3 اشهر اللي بقيت وياهم. وياهم ما مصور اي شيء. يعني رواتب شهريه؟ ايش قد؟ اتذكر مليون. 3 اشهر مليون؟ لا 3 اشهر 3 ملايين. يعني مستلمهن؟ اي. خلص بعد ما عندك حق عليهم. هم يريدون يعرضون ما يريدون يعرضون شيء راجع لهم بعد. مسلم حبيبي. نعم صار مسلم قلبي. متفق وياي سنه كامله هو. اها العقد يقرا سنه؟ يقرا سنه موجود. تمام احنا سالنا هذا الموضوع خلينا نغادره. رجع لي علي سمير. علي سمير ما موقع عقد ويا انت؟ ما عنده عقد ويا، قال راح اجيبك ويانا بالجروب. فانا كنت بداياتي فقلت اتوقع الجروب انه تفلش لانه قناه ديار انسدت انغلقت. مو انا جاي احكي لك. فقال راح اجيبك وياي بالجروب. نعم. فانا يعني كيفت له صراحه، قلت حتى حساباتي راح تصعد لانه انا جاي اشوف انت جماعه التواصل الاجتماعي فعلا. كل من وربعه حتى الممثلين فعلا. اي تمام. نشوف علاوي شنو رد عن هذا الموضوع زين. واكيد حق الرد مكفول الاستاذ ثائر واستاذ علي سمير. تمام ونشوف شنو موضوعه وكذا والله كريم. وان شاء الله بالايام الجايه اشوفك بأعلى المراتب ان شاء الله. بشوفك ان شاء الله. عندك تصريح باحدى ستوريات الانستغرام تقول اليوم بالعراق اي شخص يمتلك محتوى جيد يحارب، وباللغه الدارجه انه المتلقي يحب الاشياء البسيطه. احنا ما نريد نقول تافهه عفوا من هذه المفرده لكن البسيطه. طبعا المتلقي على راسنا. نعم. بس المشكله وين؟ نعم. قبل فترة جاء شاب شوية يعني مرتب. تمام. اي ما نحكي شوية مشكلة تصير. لا طبيعي. اي شاب مرتب شوية جميل. نعم. اي شو اللي صار؟ اخذ وياي صورة ما جاء. اوكي. سالفة سالة من هالسالفة بالانستا. اها شوف سألني سؤال هو استاذ مرة خصك قاطعك. سألني سؤال. نعم. قال لي شلون انت طشيت؟ قلت له مثل. اي فانا قلت له سوي سلو موشن يعني قلد الاغاني وارقص كذا. اوكي. فتره يا بابا حساب علينا حساب الله شلون ما ضوج؟ توفيق بالتالي انت اليوم يعني لا مو تو بصوره عامه للامانه يعني حتى لو نزلت استفتاء الكل يعرفك يعني شكو هي مو مو القمه تسال هاي مو مساله توفيق. ها والله بنيه حلوه يصعد حسابها ولد ما تقدر يصعد حسابها. التوفيق وين التوفيق؟ ما اعرف شكلها. هذول الاثنين واكو شغله بعد. ايه اكو ابا يعني فد واحد يقدم محتوى كلش تافه. نعم. جاي فوق الحساب ما اعرف اللي ينتقدونه يصعدونه ما اعرف. تمام. شخصية عكلو كانت صاحبة الفضل على جبار رضا وهي من جعلت الشهرة لدى عكلو، صح ام خطا؟ صحيح. وكنت تعاني من شغله واحده هسه الحمد لله والشكر. دائما اللزم بالدراجه اسمي يلزموني. بعد ما يلزمون انت اللي اعرف بيه انه فيتر دراجات؟ اي فيتر دراجات بعد هسه وبعد؟
اي محلي موجود. شلون جاي تتعامل مع الناس اللي يجوك؟ يعني اغلب اهل الدراجات يعرفوك هاي من تيم من يعني. اي شلون جاي تتعامل وياهم؟ ماكو يعني ما تقدر تعتذر من شخص يعني مدهن او في شغله ويريد يصلح من نصلح له الدراج اكيد من نصلح له وياها صوره صوره وفيديو لا صدق تاخذ حساب يعني تاخذ منهم حساب اكثر لو نفس السعر القديم لا اقل لا جد والله شغل جو السوق صدق تمام لا هذا يحبوني احنا المفروض نسوي لك اعلان المحلك ترى مو والله عندي محل 4-2 كثير من الناس تريد تعرف من هو لا سولف لنا عنه شويه باختصار يعني ولا انسان بسيط متواضع مثلي الحمد لله شكرا ما يقول ما يصير اقول انا بس هو شخص متواضع نعم والناس حبته وبالبدايه ما راد يطلع يستحي الناس حبته من صوته لو شنو يستحي ما راد يطلع بالبدايه انه ويا صارت الفكره هيك ومشيناها شو نسوي وهسه هو بس صوته اي هسه ما طالع صوته واكو ناس يعني تريد بس تشوفه اي مره توقفني بمنطقه شعبيه ما اريد اذكرها كبير بالعمر رجال كبير بالعمر عبد الزاشه قال لي بعد عنك انا متعب اكو بس صوره ولا انا ما اقدر يعني اكو اشخاص يحلفوني شوفوا تهيلي باو حيج كبير اذا على التليفون وراح جاي لعج طلع وياك عماله زين ايش رايك هسه ندخل ولا ويانا باللوكيشن شن جايبين لا انت شو تقول لا صعبه من ندخل مليون ان شاء الله موعد الجمهور ندخل مليون باليوتيوب هذا وعد اي وعد اكيد زين ليش مو هسه ندخله ونخلي الناس ما راح ادخل المليون شوفوا بعد خلاص تمام اجمل تحيه لولا طبعا ولا يرافقك هسه لا لا هي معاه اوكي يقال انك تتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه صح yes of course I'm speak the English is my language اها هسه ايش حكيت ايه عندي لقاء ويا دكتور سيف جنان اها اي هو كلش فادني اللقاء هذا لان طرح للعالم انه انا احكي الانجليزي بس مو الكل شافته يعني تمام ارد من يمك دقيقه تعرف بيها عن نفسك باللغه الانجليزيه انا جبار رضا from Iraq بغداد I have 30 year old I'm not have job now working about the mechanic motors cycle that's my life I don't know what's happened. Surprise here. I love all body. تمام. يقال إن عكلو من عائلة فقيرة جدا ويسكن في بيت تجاوز صح أم خطأ؟ شنو الدوام أنت من الاستخبارات قل لي. لا العصفورة ما أنت تعرف تجيب أخبار. متعين عليك عصفورة. إيه صحيح. تسكن منطقة تجاوز؟ إيه. تمام يا ربي يعني انا ادعو لك دعوه لربما انه ما داعيها الاخوه ان شاء الله اشوف عندك قصر مو بيت لانه انت تستحق حقيقه كرفان من عادل امام بالطيارات كلش كافي لا صدق لا والله تستحق شخصيه جميله جدا ومثقفه جدا واني حتى كان عندي يعني بدايه نور التستضيفك كان عندي تخوف من موضوع انه اللغه وكذا وما ادري شنو هاي لكن انا تفاجأت بانه انت جدا مثقف وتمتلك هذا الحس الجميل جدا دول قلبك للامانه فانا اشكرك عن هاي الثقافه انت انسان طيب طبعا في دول قلبك الله يسلمك وانا كلش مستمتع بالحديث وياك للامانه هذا نقطه هنا اليوم دول عمرك الله يسلمك اليوم عكله مرتبط له ها لا ما مرتبط يعني شيء هيك مهمين بيها فد اشياء ثنائيه طبعا نقاط لازم تنجمع كلها يلا صعب اذا انت مرتبط بشيء مو لك اها اي حب من طرف واحد اي حب وياك وانت عبد الله يرحمه تمام يقال ان عكلو متزوج ومنفصل عن زوجته انا ما اتدخل بالامور الشخصيه لكن هذا جان السؤال ناس منين هاي الأسئلة؟ مو قلت لك العصفورة ما تخوش تبحوش بس لا تطلع صعب ولا اي اي صحيح متزوج ومنفصل قبل تقريبا 4 سنين انفصل ايش قد استمر زواجك؟ يمكن
سنة ونص. أها تمام. أنا ما راح أسألك شنو الأسباب لكن الله لا أول شيء تعرف بعد أسباب و... لا بس أتأكد من المعلومة صحيحة أم خطأ لأنه كثير من الناس كتبوا هذا، كثير من الناس ترى بالأمانة يعني مو العصفورة، العصفورة جابت لي وايد أمور شخصية يعني وانا لازم العصفوره تمام اللي قرب عليها اكله تمام. بعد خلني اقول لك شغله، العصفوره قالت لي اكو فنان كلش تحبه وحلم حياتك تمثل معه، من هذا الفنان؟ لا تقول لي عندك اسمه. عندي اسمه انطيك اياه؟ انطيك اياه؟ يلا. الفنان الكبير غالب جواد. ابو مرايه. صحيح. هسه من تقول العصفورة منين جابته وكذا جبته بعد؟ طبعا كلش يعني مخيلتي يعني دائما هسه شايفه شقد لا جد هسه وبعد اشوفه باليوتيوب يعني ما املها. طبعا تحية حب وتقدير واجلال للكبير غالب جواد، هو شرف العراق حقيقة ورجع البلد وهذا يعني عنده هو هذا العمل فنان كبير جدا يعني ماكو ممثل يعني قدم هيك دور صراحة خاصة بالأخير حلقات الأخيرة من اللي عمله عالم ستوهيبة. الله صح كانت مسلسل جدا كبيرة دراما يعني عند الحلقات الأخيرة ما علاء راح يجيب له الأكل وهو نعم. بقيم السيارة نعم كراون البيضة علاء وما أعرف شلون يقدم ما أعرف ما صراحة هسه إحنا بالمستقبل إن شاء الله نشوف لك عمل أنت وياه. تمام. أجمل تحية للكبير غالب جواد. يقال أن كثير من الأشخاص ينتقصون من شخصية عكله بسبب مظهره، صح أم خطأ؟ صراحة صورت فيديو أنا ولا نعم حاليا محدد ومزين وكذا أبو على الفيديو ولا كان عكله القديم صراحة. أنا سؤال واضح، ينتقصون من يمك بسبب ما أنا جاوبتك يعني من ارتب وازين واكشخ ما تطلع عندي شخصيه عكله وانا شخصيه عكله يعني المفروض ابقى بيها بكل وقت احتمال اقول يلا ولا اصور جت الفكره ببالي لان احنا ارتجال ما نكتب. فهمتك فهمتك أي. تمام. انت تعاني من هذا الموضوع ولا ما تعاني؟ الصراحه اعاني منه. بس انا جاي اشوفك اليوم تخبل طالع ما اقدر دائما اها تدري شغل زين. سؤال ليش من سولفنا بالكواليس قلت لي ما اقدر البس قاطب منطقتي وكذا؟ العالم متعلق عليه اكله ودراجه ويومي مقلوب. تمام. وصلنا للسؤال الاخير اللي هو الافتراضي بالحلقه يكون لو افترضنا هناك قارب ياخذك لعالم السعاده الابديه وهذا القارب يحمل ثلاث اشخاص فقط، من دول الاشخاص اللي راح تاخذهم وياك؟ أكيد الوالدة والوالد. أجمل تحية. واللي أقدر على قولة المصري واحد من أخواتي يعني. كم أخ عندك؟ بنت أو ولد. ثلاث أولاد يعني أنا من ضمنهم. شباب وأربع بنات. تمام. أجمل تحية لهم. أخذ لنا بعد واحد بس حدد لنا ضروري لأنه هذا افتراضي. أختك اللي أجمل تحية لها. مو أكبر مني معلومة لكن من صغار. لا بس أكبر وأدبين. تمام. أجمل تحية لها أختنا الغالية. إيش رأيك ناخذ فاصل ونكمل فقراتنا؟ تمام. أحبتي المشاهدين فاصل وراجعي لكم، ظلوا ويانا يعني. أحبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع الجميل والحبيب واليوم طالع يخبل ادرجع يسوي انت والله شيء اللي عند قلبي. عكله مساء الخير عليك مره ثانيه. مساء النور يا حبيبي. شو دول عمرك؟ شو هالهداوه اللي عندك؟ البرود شو الموضوع؟ وصلنا الفقره ضع التعليق المناسب، مستعد لها؟ اوكي تمام. خلينا نشوف زميل المخرج شنو محضر لنا. اول صوره سامر جيرماني. سامع اكو شخص يقول لك قول وفعل؟ اي هنا. اها انسان طيب طبعا رغم المكان اللي هو بيها متواضع الى درجه يعني وحيد هو اللي سالني من الطير حسابي كذا وطار حسابه وداني على شخص رجع لي اياه
على شخص مختص بالانستا اللي هو عمار. نعم. عمار بالانستا. اجمل تحيه له. تحياتنا له طبعا، شخص كلش فادنا طبعا عمار، واستاذ سامر تحياتنا له. تحيه لسامر جيرماني، هذا الشخصيه الجميله جدا حقيقه. انا من الناس محبوب. من الناس اللي كلش يحبوه، صديق عزيز واخ. ونعم الاخ. تحيه له. شنو تقول له كلمه اخيره؟ احبك. طول عمرك. تمام، خلينا نشوف بعد شنو محضر لنا زميل المخرج. الله، حلم عمر ما تحقق. يونس محمود أبو ذا النون، سولف لنا. طبعا أمنية حياتي كانت إيه إنه تلتقي وياه. لا، ها، ألعب وياه. أها. إيه إيه، وراها أمنيتي صارت التقي بيه وأخذ وياه صورة. تمام. وهسه وبعد هيجي تحبه؟ اي والله هو محبوب العراقيين حقيقه. ابو ذنون بطل، حتى قلده باللعب كنت. صدق؟ والله. تمام. ان شاء الله يسمعك. شنو تقول له؟ تعلم اترس العراقيين. اجمل تحيه. خلى بصمه طبعا ما تنسي. فعلا. اجمل تحيه ليونس محمود. خلي نشوف بعض الصوره. هوبا، الفنان سعدون السعدي. أهم العصفورة قالت لي. إيه زهلتك. إنه شنو السبب اللي خلاه اللي يخلي سعدون يرفض يصور حلقة مع عكلو، أو صايرة فد موضوع استهزاء أو مشادة هيش كلامية وهالشي؟ طبعًا البرنامج اللي استضافوني بيه طلبوا مني أبقى بغرفة ما أطلع إلى أن يجي سعدون يدخل. تمام. شنو السبب؟ استديو. السبب حتى لا يعرف إن أنا طبيعي ما بي شيء وذيك الشخصية. تمثيل بس. انت معروف يعني؟ ما معقوله ما واصل السعدون يقول ما اعرفك. قايل للمقدم يقول ما اعرفه. شنو اللي صار؟ دخلت عليه شخصيه عكلو، فجيت سلمت عليه. اي باوع التفت على المقدم قال ليش جاي بني. اي فانا ما ادري بكته حكيت يا فاتيش قلت شنو جاي بنا هيك عن شخصية عكلو؟ نعم. فطلع قال ما رخصتكم، طلع برا. جاب المقدم واجى. فالظاهر انه ما راد يصور من طلع برا، الظاهر هذا التأخير ما راد يصور. والسبب انه شخصية عكلو انه انسان يعني احول او شخصية التعبان مخمور، هي مسعلون غلطان. نعم. هي هاي الشخصية. نعم. فالظاهر ما عجبته او شيء. بس هي مفروض تصوروا وياها حتى لو يعني كان موضوع استهزاء تقريبا هيك شيء. اها، هو البرنامج كله مستهزئ ترى. اها، اذا انتبهتوا له. اي قاعد اصفح اسجل لك اغنيه على حسابي، هو تاك ما رد بالانستا. اثناء البرنامج ورا البرنامج صار بيناتكم حديث؟ ما صار اي حديث بيناتنا. يعني خلص الحلقه وطلع. مي يعني كشخص غير يعني مي مشكلة يعني سيقولون انتقده وينتقد بالعالم مو لا لا، هذا الموضوع اللي صاير ما يوقف يعني. نهائيا. أها. تمام. أجمل تحية لسعدون. لكن حقيقة أنا يعني لازم أكون مدافع هنا. أنا صديق سعدون، علاقتي كلش طيبة به. من صديقك تهم طالع وياه؟ لا طالعين مسولفين أكيد. لا لا طالع وياه. لا لا ما طالع وياه يعني مكان عام وكذا، بس يعني قاعدين ومسولفين اكثر من مره. الولد اشوفه لطيف وشخصيته بسيطه وحلوه. لكن يجوز كيف انت من لا لا ان شاء الله. ايه ان شاء الله احنا كلنا طبقه واحده وكذا يعني. هذه التسميات انا اعتبرها انه مو حلوه. المهم هذا حق الرد مكفول السعدون. أيه. وهذا الموضوع ان شاء الله يوصل السعدون ونشوف شنو الخلاف اللي بينكم، وان شاء الله ماكو خلاف اصلا ينحل، لان سعدون جدا محترم وانت ايضا محترم. وحباب همينة. اجمل تحيه له. شو الحباب حسيته مو منك لقلبك طالع؟ لا ما اقدر انتقد شخص منه او هيك. تمام، اجمل تحيه السعدون. خلينا نشوف شنو بعد محضرين له. بوطننا الامهات معصبات. شعر. يعني الشاعر الكبير الراحل عبد الحسين الحلفي. الجبل انا طلع على روحه. قالوا لي انه حافظ من الغلاف للغلاف.
مدمن عبد العزيز الحلمي كلش، والاشعار مالته دائما اغنيها وبطور كريم منصور. اها اي تمام، احنا محضرين لك هواي صور بعد. لو افترضنا انه يعني اليوم روحاتي البصرة عايش، تروح له؟ جيت من البصرة قبل يومين. نعم. جماعة قريبين علي يلتقون بي. نعم. قلت من يالكم انتوا قاعدون يمه؟ وقالوا خليها سكته عكله، ليش تذكرنا نضوج؟ اها قلت انتم قاعدين يا نضوج، انا ايش اقول؟ طيب تمام، الرحمه والنور والغفران على روح الشاعر الكبير الراحل عبد الحسين الحلفي. خلينا نشوف بعض صوره، هسه طلعنا لك صوره كلش حلوه. سؤالف مطلب الفقراء. ها اي هذا اللي يحب يسمع كريم. نعم. يلقى قصه موجوده عنده. اها الفنان الكبير كريم منصور، تحيه حب واجلال له، بس ليش دمعت عيونك على عبد؟ اها على عبد الحسين الحلفي. اي والله. الرحمه والنور والغفران على روحه. سولف لنا شويه عن استاذ كريم. يعني شلون اكلوا يعني شلون شخصيه الصبح يسمع كريم منصور؟ ترى ماكو يجي قلت لك العصفور يعني كريم يسمع باوقات كلش ممتعه، لازم بالليل ينسمع وكذا هاي الامور. شلون تقعد تفتح المحل الساعه بالسبعة الصبح تسمع كريم منصور؟ اكو موقف. نعم. ولد قال لي بي صديقي همينه بسلك الدراجات. نعم. قال لي اكلوا ترى شوي. ايه قال لي اكله. قلت له شنو؟ قال ترى لا ابالك ويتي هاي الطريقه، لا ابالك كريم يقول علي اغانيه وهاي، وهو يعني تحياتنا لو اعتذر من هاي الكلمه انه فقر يعني. نعم. يعني يجيب له الفقر اللي يسمعه كذا. فعلا. قال لا ابالك. قلت له لا شنو؟ قال هو اغانيه تسطر. اي قال وهذا مو يمشي ما يدب روحه وسامع كريم وتجي السياره وتدعمه. شنو السالفه؟ قال هذا يمشي ها يشرب له شويه وسمع كريم وصعد. قلت له ايه. قال وصعد بالسياره مالته ومشي وانقلب. كلمني كريم. قال كريم. الكبير استاذ كريم حقيقه فنان كبير يعني جداً. من السمعه ياخذك بعيد كلش، اكيد ياخذك برحله من الحزن ورحله من هموم اهلنا. انا من الناس اسمع للامانه وكلش احبه. شوف بس مو الصبح. لا مو الصبح اكيد. اجمل تحيه للاستاذ كريم. خلينا نشوف بعد اخر صوره كانت ويانا شنيه. الدكتور سيف جنان حبيبي وصديقي صاحب الخطوه الاولى لعكلو. بالضبط هو اللي اتصل بي ووصل فكره انه احكي انجليزي للناس. اها اي اول واحد استضافني هو. اجمل تحيه للدكتور سيف. شنو ودائما يسال عني نعم وعن اخباري، بس صار له فتره ما يسال، ما اعرف شنو السبب، احتمال المشاغل وكذا. مشغول. هي مشغول ان شاء الله يكون ضيفي بالحلقات القادمه. واجمل تحيه للدكتور سيف جنان حقيقه. إنسان رائع. هذا الانسان الرائع جدا. شنو تقول لك البقيه؟ طبعا همك اللي احبك اموت عليه. تمام والله تحيه للدكتور سيف. هاي كانت اخر صوره ويانا. راح ناخذ فاصل وراح نغير فقرة السهم اليوم، نخليها حوار. تمام؟ اوكي اوكي اوكي. بالسهم كلش قوي قلت لك واقتراحات. تمام خلينا ناخذ فاصل وننتقل للفقرة ان شاء الله. احبتي المشاهدين فاصل وراجع لكم، ضلوا يعني. احبتي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع الجميل والحبيب عكلو. عكلو اليوم منورنا. شبيك عكلم شو مدور؟ انا قليل اعرف بس الرسم طبعا. تمام احنا اليوم لغينا فقره السهم، لناها سؤالين ونختم. تمام عكلم. ليش الناس يقولون علي طيب وبساعه تنزل دموعه؟ ما اعرف يعني الصراحه ما اعرف. هذا تصنع اي موقف يصير يعني تصنع له حقيقه للامانه؟ ما كذا ما حد يقدر يصنع
يبكي على أغنية، يبكي على صورة، يبكي على شعر، يبكي على تمام. يا رب دائما هاي الطيبة ما تفارقك، والإنسان طيب اليوم محبوب جدا. الحمد لله. اختاريت انه سؤال يعني للمادة، انت مادي بصورة عامة او مو مادي؟ مادي بي يا ناحية يعني مادي يعني مثل ما يقولون احنا باللغة الدارجة جلف، شلون هي جلف كذا؟ لا 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 ما يصرف. لا اي ابو دراجات يصرف من الاخير والله يقلبها عادي. تمام. يقال ان عكله بعد الشهرة اصبح غني ماديا بسبب الاعلانات. صح. عندي 14 منشأة واكو واحد الباب يخطط الماران. شنو ورا الشهرة اكو فلوس جت لي ولا؟ صراحة لا. شنو فائدتك الشهرة؟ ما فادتني شيء لحد الان. مضره لو يعني شيء سلبي لو ايجابي؟ مو سلبي وايجابي يعني انت بها مضره فد شيء يعني بسيط. تمام. اليوم طالع تخبل بالقاط، اريد تجاوبني بشخصيتك لو بالختام. مو عليك والله هجاوبك بشخصيتك عكله. لا اليوم عكله ولا مسقط. خلي رحمه يوديك. انت جايب بهاي شيء ويتر ها؟ بس اوزي كلينس هنا وامشي واحد شاي اربع صالي. بس لا والله طالع تخبط. لا ما انا طالع انت. كانت حلقه كلش ممتعه وحقيقة استمتعت بالحوار وياك، وكلش كلش كنا ضيف خفيف. كل ما أخيرة لك بس لا تصفن وياك. طبعا تحية للي تابعون وتحية للشعب العراقي، وإن شاء الله الأمن والأمان هاي متين منها نقولها من 2004 لسه وما جاي يصير. لا إن شاء الله يصير. إن شاء الله الأمن والأمان ويحفظ جميع عوائلنا العراقية. فدوى العمرك. أنا أشكرك جدا. فدوى القلبك يا قلبي. أما بالختام تقبلوا تحياتي، كان في الإعداد والتقديم مسلم الربيعي. حتى ألتقيكم في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.